بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة المرحلة الثالثة في قسم الهندسة المدنية كلية الهندسة جامعة البصرة، معكم دكتور سرمد عبد الله. طبعا الصحة والسلامة للجميع. اليوم راح نبدي بالفصل الخاص بالcompressibility of soil consolidation settlement، اللي هو بما معنى الانضغاطية في التراب ذات الانضمام. أنا أريد أبدي بداية عملية عن هذا الموضوع قبل لا ندخل بتفاصيله. طبعا هذا الموضوع يعتبر من المواضيع الجدا مهمة، واللي كل واحد دارس هندسة مدنية يجب أن يكون عنده تصور كامل عن هذا الموضوع وعن أهميته. في دخوله بشكل مباشر أو غير مباشر في التصميم الخاص بموضوع الفاونديشن، هندسة الأسس، اللي إن شاء الله راح تأخذونها بالمرحلة الرابعة، وأيضا هذا الموضوع راح يتكرر عليكم مرة ثانية. لكن هنا إحنا راح ناخذ جزء الأكبر من عنده في المرحلة الثالثة، ويبقى جزء بسيط إن شاء الله من تروحون للمرحلة الرابعة في مادة الفاونديشن، هندسة الأسس. طبعا أنتوا عندكم فرد معرفة عن السيتلمنت، الهبوط، أخذتوا في المرحلة الثانية في مادة الإنشاء مباني، لكن أخذتوا بشكل هامشي كتعاريف، وأخذتوا الأنواع مالته. إحنا هنا راح ندخل بحساباته بالتفصيل ونشوف شنو الفائدة من هذا الموضوع، وشنو المشاكل اللي يسببها الهبوط بالجانب العملي عندما ننشئ بناية معينة، منزل، المهم أي أحمال مسلطة على التربة. وأيضا راح نعرف التربة راح تنحى منحى يعتمد هذا السلوك أو المنحى من تربة إلى أخرى، يعني التربة الطينية لها سلوك خاص بها، والتربة الرملية لها سلوك خاص بها في التعامل معها من خلال القوانين اللي تحكمها في حساب السيتلمنت. وراح أيضا نتطرق إلى أنواع هذا السيتلمنت وكل نوعية ويمتى يصير وشنو القوانين اللي تحكمه في حساب مقدار السيتلمنت. احنا بدايتنا كمقدمة بسيطة عن الموضوع، يقول انه اي احمال او طبعا هاي الاحمال راح تولد اجهادات يعني خارجية. هذه الاحمال زيادتها نتيجة طبعا اللي جاية نتيجة انشاء الفاونديشنز، اسس الأبنية، أسس الخزانات، أسس المنازل، أي أسس معينة هذه إنشائها، وهذا الستركتشر الخاص بالفاونديشن راح يحمل أحمال معينة. هذه الأحمال راح تنقل عن طريق الفاونديشن وتنزل إلى التربة. طبعا أكو غير الفاونديشن، مثلا عندنا تعليات ترابية،
كتعليات الطرق، سواء طرق فرعية أو طرق هاي واي. هذه كلها أحمال تعتبر. هذه الأحمال تسوي انضغاط على من؟ على طبقات التربة. إيش راح يصير؟ هذا الضغط إيش راح يصير؟ إيش راح يسبب؟ راح يسبب deformation، يعني تشوهات بجزيئات التربة، وأيضا يسوي relocations. relocations يعني إعادة ترتيب of soil particles، يعني راح يصير عملية انزلاق ما بين الجزيئات وتتداخل هذه الجزيئات فيما بيناتها، لأن احنا نعرف هذه الجزيئات اكو voids بين هذه الجزيئات، وهذه الفويدز احجامها تختلف من تربة الى تربة. فنتيجة الاحمال هذه البارتيكلز راح تنزلق باتجاه هذه الفويدز. طبعا هاي الفويدز راح تقل، يعني عندكم معرفة انتو، يعني مثلا انت لو تاخذ قطعة اسفنج على مود يصير تصور عندكم، لو تاخذ قطعة اسفنج، هذه السفنج انت تشوفها من الداخل بها فويدز، يعني هي فرد بنية معينة من مادة معينة، هذه المادة بها داخلها فويدز. من راح تضغطها انت بايدك او تخلي عليها مثلا حمل معين، ايش راح يصير؟ هذه قطعة السفنج راح تنضغط. من راح تنضغط؟ طبعا بالاتجاه العمودي. من راح تنضغط؟ الفويدز داخل قطعة السفنج قلت، مو من قلت وانت بالاتجاه العمودي هنا قل الحجم، واضح؟ الحجم قل. مقدار هذا النزول اللي راح يصير، هاي معناته انت صار عندك settlement بهذه القطعة السفنج. فهنا هذه معناته، يعني تخيل انه انت التربة مالتك البنية مالتك مثل قطعة السفنج، انت من تضغطها راح يصير عندك هبوط. طيب هاي راح نجيلها بالتفصيل على مود تتوضع عندكم الصورة اكثر. النقطة سي، يعني شو راح يسبب لي بعد هذا الضغط؟ اكسبوليشن، يعني اخراج of water or air from the void spaces، يعني يقول راح يصير عملية خروج الماء او الهواء من هذه الفجوات. ان جنرال بصورة عامة، السيتلمنت او التراب اللي يصير فيها سيتلمنت، سوري سيتلمنت caused by loads may be divided into three broad categories. يعني يقول بصورة عامة احنا السيتلمنت اللي يصير بالتربة نقدر احنا نصنفه الى ثلاثة اصناف، يعني هذا السيتلمنت احنا نقدر نقسمه الى ثلاثة اصناف. الصنف الاول يسمونه الالاستيك سيتلمنت، او بما معنى انه الهبوط المرن، او يسمونه الميديت سيتلمنت اللي هو الهبوط الاني. الهبوط الآن هذا شنو ميزته وشلون يصير؟ يقول هذا which is caused by the elastic deformation، يصير اكو تشوهات مرنه. يا ترى يقول للدراي سويل and moist and saturated soils، يعني ثلاث انواع من التراب. احنا التربة مثل ما اخذتوها بالفصول السابقه تكون بثلاث حالات، يا اما حاله جافه او حاله رطبه او حاله مشبعه. يعني من اقول حاله مشبعه يعني الفويدز مليانه مي 100%. فيقول هذا السيتلمنت، النوعيه هذا السيتلمنت الاميديت سيتلمنت يصير بثلاث انواع من هاي التراب. without any change in the moist content، ويقول ما يصير تغير حجمي ب العفو، ما يصير تغير عندنا بالمحتوى الرطوبي، يعني المحتوى الرطوبي يبقى مثل ما هو عند ما يصير عندي انا immediate settlement. يعني هاي التربة مشبعة وصار عندي الى immediate settlement،
راح تبقى مشبعه. من التربه جافه صار بيها الميديا سيتلمنت تبقى جافه. طبعا هذا الالاستيك سيتلمنت كالكوليشنز الحسابات مالته هذا يعتمد على فرد علاقات او معادلات. هاي المعادلات اشتقوها من نظريه المرونه، احنا ما نريد ندخل بها هذا الجانب. على العموم هاي النوعيه، هذا النوعيه من السيتلمنت اللي هو ما يسمى بالاميديت سيتلمنت او الهبوط الاني او يسمونه الابتدائي بعض الاحيان، هذا راح تاخذون حساباته في المرحله الرابعه في ماده الفاونديشن، وهو بسيط ومجرد علاقات واحد يقدر يطبقها. النوعيه الثانيه من السيتلمنت يسمونه البرايمري كونسوليديشن سيتلمنت، يعني الهبوط الانضمام الابتدائي، هبوط الانضمام الابتدائي اللي هو هذا اخطر نوعيه سيتلمنت يصير عندنا، واللي هو احنا جدا نتخوف من عنده، وخصوصا في منطقتنا او محافظتنا في البصرة. على العموم هو العراق يعني بطرق طينية كل شهواي، فتعاني من هاي النوعية الكونسوليديشن سيتلمنت. لكن احنا بالبصرة يعني نعاني من مشكلة الكونسوليديشن سيتلمنت. طبعا هو هذا النوعية راح نتطرق لها تقريبا الجزء الأكبر من هذا الفصل، هو راح نتكلم عليها وراح نعرف شلون نحسب الكونسوليديشن سيتلمنت وشنو الأهمية، انه احنا لازم نكون ضليعين به. المهم يقول which is the results of volume change، يعني هذا النوعية من الكونسوليديشن سيتلمنت يصير اكو تغير النتيجة مالتنا، يصير اكو تغير حجمي بما، شوفوا هنا نركزوا بهاي العبارة in saturated cohesive soils. من تسمع كلمة cohesive معناتها تربة طينية، فهو شو يقول؟ يقول يصير تغير حجمي بالsaturated cohesive soils، يعني انه انا يمتى يصير عندي هذا الconsolidation settlement؟ يصير لما يكون عندي تربة طينية مشبعة. الشرط مالتي انه يصير عندي تربة طينية مشبعة، ذيك الساعة يصير عندي consolidation settlement. ليش صار بالتربة الطينية المشبعة؟ ليه صارت هاي النوعية؟ يقول because of exfoliation، ترحيل الماء of the water that a copious اللي يشغل ال void spaces. انت تعرف كل الزين انه من اقول saturated soil معناته التربة مشبعة، معناته هاي الفجوات مليانة مي 100%. فيقول من يصير عملية الضغط، يعني جايت لك أحمال خارجية، بناية عندك سويت لك بناية، سويت لك بيت، واضح؟ هذا البيت راح ينزل أحمال عن طريق الفاونديشن، والفاونديشن بدورها تنزل الأحمال إلى التربة. هاي الأحمال أو اللي صارت إجهادات، هاي الإجهادات راح تسوي ضغط على التربة. هذا الضغط راح يسبب عملية ترحيل الماء من الفجوات إلى الخارج، يحاول الماء يلقى له منفذ ويخرج من هاي الفجوات. ليش يريد ينفذ؟ قبل لا تتسلط أحمال هذا الماء ما بيضغط، ساكن باقي مكانه داخل الفجوات. لكن من سلطة الأحمال، هاي الأحمال اللي صارت إجهادات وين راح تنقل؟ راح تنقل المن للتربة. زين التربة هي مو بس بارتيكلز، هي بيها بداخلها أيضا فجوات بيها ماي، هذا الماي راح يصير بيه ضغط. هذا الماي بيه ضغط يحاول يطلع من مكانه،
فيصير عمليه ترحيل. طبعا احنا هسه هاي كمقدمه بسيطه، احنا هسه بعدين راح نجي لها نشرحها بالتفصيل على مود يصير عندك مفهوم كامل. من يصير مفهوم كامل ذيك الساعه تعرف سلوك التربه شلون راح يصير، فتعرف اهميه هذا الموضوع وشنو التداعيات مالته في حاله انه واحد ما ياخذ بنظر الاعتبار. النوعية الثالثة والأخيرة اللي هو ما يسمى بالـ Secondary Consolidation Settlement، هبوط الانضمام الثانوي. هذا هبوط الانضمام الثانوي يقول which is observed، هذا أيضا نستطيع أن احنا نشاهد هذا النوعية هاي Secondary Consolidation Settlement وين؟ أيضا بالـ Saturated Cohesive Soils، يعني في التربة الطينية المشبعة. And is the result، وهو محصلة of the plastic adjustment، ويعني هي محصلة تعديل لدن of soil fabrics، يعني لبنية التربة. يعني هاي بنية التربة راح يصير بيها تعديلات لدنة تسبب ما يسمى بال secondary consolidation settlement. It is an additional form of compression that occurs at constant effective stress، وهذا يصير لما يكون عندي constant effective stress بالتربة. طبعا هاي النوعية secondary consolidation settlement يمتى يحدث؟ يحدث لما ينتهي primary consolidation settlement. يعني انت primary consolidation settlement يصير بالتربة الطينية المشبعة، ورا ما ينتهي هذا primary consolidation settlement يبدي مرحلة ثانية اللي هو ما يسمى secondary consolidation settlement، يصير نوع ايضا من الهبوط بالتربة لكن من بعد نهاية primary. احنا بهذا الفصل راح نتطرق الى primary consolidation settlement بالتفصيل، وايضا نتطرق secondary consolidation settlement، وايضا راح نلقاه بسيط، يعني علاقته بسيطة. هاي ثلاث أنواع الخاصة بالـ settlement. قلنا النوعية الأولى هاي راح تاخذونها إن شاء الله بالمرحلة الرابعة في مادة الـ foundation، والنوعية الثانية والثالثة هذه راح نتطرق لها بالتفصيل. نشوف شنو السلوك مالت التربة وشون تصير هذه الحالة الخطرة على أسميها. طبعا قبل لا أبدي أنا بالموضوع أريد أنوه على كم شغلة. أنتوا أكيد ملاحظين فرد حالة معينة في منازلكم، يعني أغلب المنازل، يعني ما نقول 100% من المنازل، أغلب المنازل. تشوف أنت أنشأت منزل، أنشأته ورا سنتين، تلاحظ سنة سنتين ثلاث سنوات تلاحظ ظهور أكو تشققات في الجدران، وهاي التشققات طبعا تكون شويه السمك مالتها شويه عالي، يعني كبيره، و تقريبا تكون بزوايا 45 تقريبا. بس اكو تشققات ثانيه هاي نتيجه الشرينكج اللي يصير تبدلات درجه الحراره، تشققات ناعمه هاي تصير بال بالفينشينج البياض اللبغ، هذه ما لنا علاقه بيها. بس انا قصدي تظهر لك تشققات بعد سنه سنتين ثلاثه في البيت مالتك، في البنايه مالتك. هاي ليش صارت؟ هاي صارت لان صارت عمليه ما يسمى بالكونسوليديشن سيتلمنت. لان الكونسوليديشن سيتلمنت حتى تبدأ العملية مالتي يحتاج فترة من الزمن،
يعني مو اني، مو لحظة بناء المنشأ انا يصير عندي هبوط وخلاص هاي هي انتهت، لا، يرافقك، يصير خلال سنة سنتين ثلاثة، يبدي يستمر الى ان يتوقف، يظل يجوز يظل 8 سنوات 10 سنوات 5 سنوات، اعتمادا على الاحمال اللي انت مسلطها، واعتمادا ايضا على نوعية التربة الطينية. مرات لا، المنزل مالتنا ما بيه شيء، البيت مالتنا مثلا شوفوا صار له 10 سنوات ما بيه لا تشققات ولا هذا، تصميمه حلو، محسبين حساب احنا الامور، معالجين التربه مالتنا بصوره جيده، لكن شوف اكو قطعه بصفك فارغه، اجي واحد بناها، بنى هم بيت بصفك، وهذا من اجى بنى البيت مالته طبعا صايره موديل، سوى الارتفاع مالت البيت، سوى تعليه ترابيه، فرد متره متره ونص، مو البيت يريد مالته يصير عالي، وايضا سوى الاحمال مالته، سوى طابقين، راح تشوف انت ورا 6 شهور سنه صارت عندك تشققات بالجزء المنزل مالتك القريب على البيت الجديد اللي انبنى بصفك. هاي شنو صار؟ صار consolidation settlement بالجزء القطعة مالتك اللي انت منشئ عليها بيتك القريبة للقطعة اللي انبنى بها بيت جديد، صارت اكو احمال اجت لها من القطعة اللي بصفها، مو التربة ما تحملت، واضح صار ضغط عالي، اكو مي بداخل الفجوات، طلع هذا المي الفجوات صغر حجمها، مو وهنا أنا راح يصير عندك انت عملية ما يسمى بالانضغاطية واللي هي تترجم الى الكونسوليديشن. فهاي مشاكل احنا هاي قبل لا تصير عندنا بالمنشأ مالتنا احنا لازم هذه نعالجها. شلون نعالجها؟ لازم احنا نعرف نوعية التربة مالتنا، ناخذ تدابيرنا قبل لا احنا ننشئ المنشأ مالتنا، يعني نقوم بعملية التصميم الصحيحة، وهاي عملية التصميم الصحيحة بالنسبة للأسس لازم احنا تكون عندنا معرفة عن التربة اللي راح ننشئ عليها هذا المنشأ. لذلك منشآت الدولة او المنشآت الحساسة مي المصمم يجازف ويصمم له فاونديشن اذا ما يطلب ما يسمى بتقرير تحريات التربه اللي هو سويل انفستيجيشن ريبورت، يعني يطلب فرد تقرير عن التربه. هذا التقرير طبعا من يشتغلونه بالمختبر واستشاري يعد هذا التقرير، ينطي فرد تفاصيل كاملة عن الخصائص الفيزيائية وأيضا الكيميائية وعن طبقات التربة ونوعية التربة لكل طبقات التربة طبعا اللي راح تنشئ عليها المنشأ مالتك، توصل إلى 20-30 متر 40 متر حسب ما يرتئي المصمم الجيوتكنيك أو المصمم الخاص بالأسس. طبعا من تسمعون كلمة جيوتكنيك معناته هذا تخصص خاص بالتربة والأسس، واضح؟ تربة وأسس. طيب احنا من يجي هذا أبو الجيوتكنيك يعني الاستشاري الخاص بتصميم الأسس طبعا عنده دراية لازم تكون عن التربة، طبيعة التربة، وهذا منين يصير عنده دراية عن طبيعة التربة؟ يصير عنده دراية من الريبورت اللي راح يجي له من السويل انفستيجيشن من تحريات التربة، وأيضا عنده دراية بالتصميم الفاونديشن نفسه، لأن تصميم الفاونديشن أيضا إلى علاقة بالتربة، بتحمل التربة. هاي التربة
ايش قد التحمل مالتها، ايش قد راح تعاني هبوط، واضح؟ فلازم يصير عنده تصور بالجانبين، الجانب اللي خاص بالتربه والجانب الخاص بالستركتشر. لان انتم من تسمعون كلمه هناك فشل بالاسس، وهاي هواي من الاشخاص انه من يقول فشلت الاسس مالتي او صار اكو فشل بالاسس، يتبادر الى الذهن انه صار فشل انشائي بالاسس. والمقصود بالفشل الانشائي انه صار عنده فشل بالكونكريت نفسه وبالحديد نفسه اللي داخل الكونكريت، هذا يسمونه فشل انشائي. لكن بالحقيقة انه الفشل بالاسس قد يكون نتيجة فشل انشائي، وهاي حالة مو كلش شائعة. لكن الحالة الثانية الفشل بالاسس هي الشائعة الاكثر، انه يكون فشل بالتربة، التربة نفسها هي تفشل. ليش الساعة هم نقول احنا صار عندنا فشل بالاسس؟ اذا فشل الاسس هو نوعين، فشل بالانشاء انشائيا وفشل بالتربة. احنا هسه تقولوا لي ليش انت دخلت بهالشي مدخل؟ انا دخلت بهالشي مدخل لان انا اريد هسه اميل على جانب الفشل بالتربة. جانب الفشل بالتربة اكو شغلتين بي، اكو ما يسمى بالفشل الشير يصير، او نترجمها الى البير كاباسيتي بصوره ثانيه، واللي هو هذا راح تاخذونه بالمرحله الرابعه، يعني قابليه تحمل التربه، هل تتحمل هاي الاحمال او ما تتحملها. وهذا البير كاباسيتي تدخل به بالقيمه مالته، السيتلمنت نفسه، يعني ناخذ حسابات احنا السيتلمنت نفسه. ما اريد ادخل بهذا الموضوع لان ايضا في تفاصيل هواي، بس لما يصير انا عندي هبوط عالي في التربه ذيك الساعه انا اقول صار عندي فشل بالاسس مالتي. لان احنا الهبوط بالتربه هو حاله لابد من عندها، يعني حاله تصير تصير، لكن اكو حدود مسموحه لهذا الهبوط. يعني مثلا المواصفات تقول لك يا فإذا انت عندك اساس رافت فاونديشن، يعني بالعامية اساس حصيري، انت تكون ما تتجاوز الهبوط اللي يصير ب 5 سنتيم. اذا صار 6 سنتيم او 7 سنتيم معناته انا هنا صار عندي فشل بالاساس، وخصوصا اذا صار تفاضلي، نزل صفحة 8 سنتيمات ونزل صفحة 3 سنتيمات، هنا صار عندك هبوط تفاضلي، وهنا راح يسبب لنا مشاكل بالجدران وبالطوابق. يعني نلاحظ احنا اكو طوابق تصير عندها يعني مشاكل، يعني تشققات بالجدران عالية، ومرات حتى تلاحظ انه الابواب مالتك ما تنفتح، تصير صعبة الفتح يعني، او مرات يصير حتى عندنا بالزجاج مالت المنافذ ايضا يصير عندها تشققات، ومرات حتى تطق تنفجر يعني هذه الزجاج، واضح؟ انا راح اراويكم بعض الصور لكم حاله جت لي يعني هنا المنازل البصره وصارت بها مشاكل طبعا، وقالوا شلون نعالجها وش نسوي. هذه صارت طبعا مركز البصره. شوف هذا بيت صار له 5 سنوات مبني، هذا واحدة من الغرف ما ظهرت له تشققات، ما ظهرت تشققات. اللي قطعة بصفة اجى شخص اشتراها بنا منزل، هذا المنزل سوت عليه طبعا متر ونص تقريبا على مود يعلي البيت مالته، يعني يخافون من المجاري، ما مجاري لا يصير بها مشاكل فيعلون البيت. طبعا هنا مشكلة من يعني بدون دراية ويعلي البيت متر ونص، وراح اتطرق لها بالفيديوهات اللاحقة، يعني اشرح لكم ليش يعني اكو مشاكل لما الواحد
يعلي فوق الحدود، يعني تعلي لك نص متر بس مو تعلي لك بهال الارتفاع هذا، يعني متر ونص تعلي وقوم بيهم حتى مترين. راح بعدين اتطرق شنو هاي المشاكل اللي تسببها على التربه. من بني هذا اللي بصفه، بني وصل للطابق الثاني، ظهرت المشاكل بالبيت القديم المنشئ اللي وصل له 5 سنوات. شوفوا بزاوية 45 شوفوا هاي التشققات شنو اللي صار. هذه طبعا صورة، هاي الصورة الثانية باو عليها عم بغير غرفة. طبعا هاي الغرف قريبة على البناء الجديد. شوف بطل. هذا جسر كونكريتي طبعا هنا فوق الفتحة، لان هذا اكو باب هنا، هنا اكو جسر كونكريتي ما يسمى باللينتن احنا بالعاميين. شوف الزاوية 45 شوف هذا الشق اللي صار عندك، حتى الكونكريت هم طج. شوف حتى هذا الشيش الحديد مبين، شوفوا هذا الشيش الحديد، شوف التشققات اللي صارت. يعني هاي مشكلة. هاي ليش المشكلة صارت؟ صارت لأن ماكو دراية عن الهبوط اللي راح يصير نتيجة الكونسوليديشن سيتلمنت. يعني انت طبقات التربة مالتك فيها طبقات رملية، طبقات طينية، انت الطبقات الطينية ما تظهر. يعني هذا واحد يقول انزين هذا البيت انبني ليش ما صار نزول هو بيه؟ اي اوكي صار بيه نزول احتمال بس شنو قليل، بس من تجي له احمال اكثر من جانب ثاني قطعة قريبة اليه، هاي الاحمال عالية جدا، جزء من هاي الاحمال وين راح تصير؟ راح تدخل الاثنين السترس يمشي خلينا نقول تقريبا بزاوية 45، هو مو 100% 45 بس يمشي بزاوية 45. هذا الضلع المائل راح يدخل على البيت المجاور اللي هو المنشأ قديما، فذيك الساعة هاي إجهادات راح تتولد بداخل التربة أيضا راح تسبب ضغط للماء الموجود بالبويد، وهذا الماء يخرج، ومن يخرج هاي الفجوات راح تفرغ، من تفرغ راح تصير عملية كومبرسيبلتي انضغاط، وهذا الانضغاط يصير تغير حجمي بالاتجاه العمودي، ذيك الساعة راح يصير عندك هبوط. فهاي هي المشاكل اللي تصير عندنا واللي احنا نخاف من عندها صراحة. يعني خصوصا احنا بالبصرة صارت كثير من المشاكل، يعني يعني دائما يصير عندنا يتصلون بنا على هذه المشاكل اللي تصير بالبصرة بهيك حالات. لذلك احنا لو تلاحظون واحد يقول انا يعني ما ملاحظ ابنية عالية جدا في البصرة، يعني 6 طوابق 7 طوابق 8 طوابق، ولو هسه صارت كم بناية، بس ليش ما احنا هيك يصير عندنا طوابق عالية، يعني 5 طوابق واعلى؟ لان هذه مكلفة، 5 طوابق واعلى حتى 4 طوابق واعلى مكلفة. شنو المكلف بيها؟ لان هذه انت من تريد تصممها التربة مالتك ما لها قابلية انه تتحمل هيك اوزان، الا انت تسوي تخفيض اوزان. اكو بيهم يسوون الطابقين الاخيرات ستيل ستراكشر او يسوي البناية ستيل ستراكشر، يعني يسوي عملية تخفيض بالوزن. بس انا احكي بصورة عامة، اذا البناية مالتك كونكريت ما يقدر يسوي 5 طوابق بالبصر، اذا يسوي له اساس حصيري يعني اساس ضحل. ليش؟ لان طبقات التربة العلوية اللي هي تقريبا من 4 الى 5 متر بالبصرة هي طينية، وهذه يصير بها عملية انضمام جدا عالية لما تجي لها احمال عالية من خلال الابنية، يعني 4-5 طوابق. فلذلك اللي يريد يسوي هيك بناية لازم شو يسوي؟ هذه الاحمال مالته ينقلها من هذه الطوابق عن طريق الأسس الصحيحة غير الراب فاونديشن،
يستخدمون ما يسمى بأسس الركائز، ينقل هذه الأحمال مالته إلى طبقات أقوى اللي تظهر تقريبا بعمق 20 21 إلى 24 متر تقريبا. تربة تظهر عندنا رملية قوية تقدر هذه الركائز تستند عليها. فهنا الأحمال مالتي انتقلت من الطبقات العفو من المنشأ مالتي إلى أسس الركائز إلى التربة السفلية. فديش الساعة أنا راح ما يصير عندي consolidation settlement. تختلف أنا لو استخدمت أسس ضحلة مثل أسس الراف فونديشن، السيبريت فوتينج، الكومباين فوتينج، يعني الأسس المركبة أو الأسس المنفردة، هذه تسبب لي مشاكل لو كانت أنا عندي أحمال عالية. فلذلك المجازفة بها جدا مو سهلة. يعني أتذكر بال 2005 أكو بناية معينة ما أريد أذكر اسمها صارت بها مشاكل. اجى واحد من زملائنا يعني اللي خرجوا يعني زملائنا مو بالقسم، يعني هو مهندس مدني، فصمم الاساس يعني بنايه رادوا يسوونها خمس طوابق، سووا خمس طوابق. طبعا احنا نعرف انه هذه ما تقدر انت تسويها الا اسس ركائز. سوى رافت فاونديشن، صمم بتصوره انه لا يصير فشل بالاسس مالتي انه انا ازيد السمك مالتي مالتي الاساس، فسوى سمك الاساس مالته متر. التصور انه هذا الاساس المتر انه راح يتحمل لي هاي الاحمال العاليه. طيب يتحملها انشائيا، لكن الجانب الثاني من التربه، انا قبل شويه قلت لكم الفشل مالتنا ما يصير فقط بالاساس انا اروح اتصوره هو انشائي فقط، لا، اذا صار عندي فشل بالتربه اقول صار عندي فشل بالاساس مالتي. فبهيك حاله صار عنده فشل وين؟ بالتربه مالتي. صار عنده كونسوليديشن خلال السنه الاولى، نزلت التربه مالته 5 سنتيم، ظهرت مشاكل بالمصاعد، يعني هاي 5 سنتيم ظهرت على جانب معين والجانب الثاني 4 سنتيم، فالبنايه مثل المالت من مالت عند الشير وول الخاصة بالمصاعد أيضا راح تميل على ميلان البناية مالته. فهنا المصعد احنا نعرف يصعد بصورة عمودية، فظل المصعد مالته يعشر وظهرت عنده مشاكل بالطابق الثالث والرابع، تشققات جدا عالية، وأيضا ظهرت مشاكل بالبيت الملاصق لهذه البناية وظهرت به تشققات ومشاكل. فإحنا هذا التخوف مالتنا. ليش جاي احكي لكم هذا الحكي؟ على مود ان شاء الله بعدين من الصغر والمهندسين تحسبون حسابات لهذا الموضوع في حاله انه انتم دخلتوا مجال التصميم او دخلتوا مجال معالجه التربه او التنفيذ، تعرفون شنو تسوون ويصير عندكم تصور جدا عالي بكيفيه التعامل بهيك موضوع. طبعا هذه الثلاث انواع مجموعهن كله، يعني هذا الاميديت سيتلمنت والبرايمري كونسوليديشن سيتلمنت والسكندري كونسوليديشن سيتلمنت، مجموعهن كله راح نسميه التوتال سيتلمنت. يعني احنا التوتال سيتلمنت اللي راح يصير عندنا بالتربه هو جاي من الهبوط الاني ومجموع الهبوط الانضمام وجاي نتيجة هبوط ما يسمى بالثانوي. يعني هذا السكند نسميه البرايمري كونسوليديشن سيتلمنت، وهذا السكندري كونسوليديشن سيتلمنت، وهذا يسمونه الالاستيك سيتلمنت او ما يسمى بالاميديت سيتلمنت. أرجو أن يصير عندكم تصور واضح عن الموضوع. إن شاء الله بالما طلت عليكم، وأريدكم يعني ركزون شوية بالفيديوهات اللاحقة، لأن راح نبدي بصلب
الموضوع. هذه المقدمة عن الموضوع، ولو هي مقدمة بسيطة، لأن مهما حكينا إحنا يقعد لنا 20 فيديو نسولف بس على الحالات والمشاكل مالته اللي تصير، و الأمور الجانبية المتعلقة بهيك موضوع. لكن هذه مقدمة بسيطة، أريد تصير عندكم تصور واضح عليها، وإن شاء الله بالفيديو القادم راح إحنا ندخل بهذا الموضوع وندخل بتفاصيله ونعرف سلوك التربة ونشتق القوانين اللازمة لحساب الهبوط البرايمري كونسلتيشن سيتلمنت والسكندري كونسلتيشن سيتلمنت، مثل ما قلنا اللي هو ذني راح نركز عليهم، والحالة الإلاستيك سيتلمنت أو ما يسمى بالميديا سيتلمنت هاي إن شاء الله تأخذونها بالمرحلة الرابعة. وشكرا جزيلا على الاستماع والتوفيق إن شاء الله للجميع.